كيف تتعاملين مع الناس اللي يسألونك متى تتزوجين؟ القطار فاتك؟ كبرتي؟ خلاص ما عاد الا العرس؟ اشغلونا لان شكلها انا قاعده افضفض. صدق شلون تتعاملين؟ شلون ردت فعلك خصوصا في السوشيال ميديا او حتى على المستوى يعني الاجتماعي البعيد؟ يعني مثلا ما نقول مثلا اخواتك او صديقاتك المقربات، هذول يمونون، لكن البعاد مثلا ليش ورا ما عرستي للحين؟ عرفتي يعني كيف تتعاملين؟ انا للامانه حرفيا اسوي لهم سكيب، ما تردين ولا شنو تردين؟ امانه سكيب، اقول لهم يعني يا جماعه الى الان انا ما لقيت شخص مناسب، فيعني انا مو حابه، يعني انا لما اكون حابه هذا الموضوع او لما اكون حابه فعلا انه شايفه شخص انه مناسب انه ان شاء الله راح يكون اوكي. اما اساسا لما ما يكون في شخص مناسب اكيد ما راح اورط نفسي علشان الاخرين يقولوا اوه برافو تزوجتي مبروك. لا لا يا حبيبي. ما اتزوج افضل. انا اتوقع اصلا من قله الذوق انك تسال هذه الاسئله اذا خصوصية. اذا انت فعلا يعني اذا انت مش من الاشخاص المقربين جدا 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 يعني. فللامانه انا اتفق مع كثير من اجوبتك نرمين.